لا طبعا، ماراثون النجاة التي تخوض فيه إيران ماراثون طويل، وهي ليست يعني في موضع مساجلة أو مناكفة عابرة. إيران يعني دخلت في ملفات متشعبة، ودخلت في عمق صراع معقد مع العالم ومع الغرب ومع أمريكا، وهذه قوى يعني من المبكر أن نستهين بها، ومن المبكر أن نعتبر القوى التي تحالفت معها إيران هي كافية لإعادة إيران إلى الوضع الذي كانت عليه. إيران كان بلد الناتج المحلي فيه يتجاوز 400 مليار دولار، حجم التبادل التجاري الإيراني بمئات المليارات. اليوم إيران يعني بالكاد يعني إنتاجها الوضع المحلي أو صادراتها تتجاوز العشرات. الدول التي تتحالف معها إيران هي دول أصلا تحت الحصار، عملتها يعني محدودة، منتجاتها محدودة، لا يمكن لإيران أن تعتمد على 5 أو 6 دول في سداد كامل احتياجاتها وتبادلها التجاري الداخلي. كل هذه العوامل طبعا ليست من صالح الإيران، لا الحلفاء بمستوى اقتصادي يعني متمكن، ولا عملتهم، ولا يعني ما لديهم من تقنيات أو من حاجات أولية يحتاجها الاقتصاد الإيراني ليسير نفسه كافية، كما أن الداخل الإيراني تزداد مطلبيته ويزداد ظروف تعقيد. فإيران ليست يعني في هذا الماراثون، هي لا تزداد قوة بل تزداد ضعف. ربما تراهن إيران على امتلاكها لسلاح نووي، ولكن ماذا تفعل بهذا السلاح النووي؟ هل تزيد من مساحة مواجهتها؟ هل ستجتاح دول؟ هل تفتح جبهات حروب في داخل تلك الدول؟ كل هذه تتطلب إمدادات وأموال. في واقع إيراني يزداد ضعف ويزداد تراجع، وهناك كم كبير من الشباب الإيراني الباحث عن العمل، هناك يعني ظروف اقتصادية صعبة. في إيران يعني كالغريق الذي يتشبث ويريد أن يغرق كل من حوله. فإيران ليست على حال ما يرام، ولكن من حولها طبعا لابد أن يحس بالقلق، لأن هذه يعني هذا البلد لا يعرف ماذا يريد، وأدخل نفسه في ملفات معقدة، وبالتالي يعني الجميع يعاني من توتر عندما يحتك أو يقترب من الملف الإيراني، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.